ماذا لو قلت حاجة خرافة. يستخدم الكثيرون كلمة خرافة ويطلقونها على الشيء المستملح والجميل والمبهر وغير المعقول، فيقولون دي حاجة خرافة، قميص لونه خرافة، فستان شكله خرافة، سيارة خرافة، وهكذا. لكن ماذا تعني كلمة خرافة؟ وهل خرافة شخصية حقيقية؟ وإذا كان شخصية حقيقية، أين ومتى عاش وماذا فعل؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. كانت العرب إذا سمعت حديثا لا أصل له قالت حديث خرافة، وكذلك قالت عن الأباطيل خرافات. وخرافة هذا كان رجلا من بني عذرة، وقد اختطفته الجن ومكث عندهم فترة طويلة من الزمن، وقد رأى وسمع من الجن ما لا يصدقه عقل، وقد رجع لأهله بعد ذلك وأخذ يحدثهم عما رآه وسمعه، وكان يحدثهم عن أشياء تحدث لهم بالفعل، ولكنهم كانوا يستغربون من حديثه هذا لأن به أشياء غريبة وعجيبة لا يمكن أن يصدقها عقل. ولكن جاء الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤكد لنا أن خرافة حق وحديثه حق. فقد روى الإمام أحمد في مسنده 6/157، وقد أخرجه الترمذي في الشمائل باب السمر عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه ذات ليلة حديثا، فقالت امرأة منهن يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة مستملحا، فقال رسول صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا صالحا من بني عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم طويلا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من عجيب، فقال الناس حديث خرافة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى فإذا استرق السمع أخبروه فيخبر به الناس فيجدونه كما قال. ومما تقدم يتضح لنا أن كل شيء غريب وعجيب ومستملح من الكلام وغيره من الأشياء الأخرى نقول عنه شيء خرافة أو حديث خرافة أو حاجة خرافة. وبكده يكون عرفنا ماذا لو قلت دي حاجة خرافة. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.